وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني عن هذا الحديث، الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن خزيمة وغيرهم، وصح العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. وقال فيه أهل العلم هذا الحديث معناه أن الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام اللي هو الفجر الصادق لقول ربنا عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الفجر الصادق الذي يعترض والذي يعترض في السماء ويستطيل شمالا وجنوبا ويزداد شيئا فشيئا معه الضوء حتى يخرج في وقت الفجر الصادق. هذا الذي يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة، يعني صلاة الفجر. وفجر يحرم فيه الصلاة هو الفجر الذي يستطيل في الأفق مثل العمود ثم يزداد مرتفعا في السماء، ما يستطيل شمالا وجنوبا، لا يزداد مرتفعا في السماء كالعمود، وتعقبه الظلمة ويغر الناس ويغترون به فيظنونه الفجر الصادق، وليس كذلك. هذا يسمى الفجر الصادق اللي هو كذنب السرحان، يحرم فيه الصلاة يعني صلاة الفجر، لأنه ما زال الوقت ليلا يأكل الناس فيه ويقضون حاجتهم من نسائهم إلى غير ذلك، ويحل فيه الطعام يعني يحل فيه الأكل والشرب. والمقصود أنه يحرم فيه الصلاة يعني صلاة الفجر، لأنه ليس فجرا صادقا إنما هو فجر الكاذب اللي هو كذنب السرحان الذي يستطيل كالعمود مرتفعا في السماء وتعقبه الظلمة. أما الفجر الصادق اللي هو يستطيل شمالا وجنوبا ويزداد الضوء فيه شيئا فشيئا، هذا هو الفجر الصادق الذي ذكره الله عز وجل في سورة البقرة. فيحرم فيه الطعام لأنه خلاص قد خرج الفجر، ويحل فيه الصلاة يعني صلاة الفريضة. أما الثاني هو الذي تحرم فيه الصلاة يعني صلاة الفريضة، لكن صلاة الليل يصلي الإنسان فيه التهجد وقيام الليل ما يريد، لأنه ما زال الوقت ليلا والفجر لم يبزغ، ويحل فيه الطعام، كلوا واشربوا حتى يتبين الطعام والجماع إلى غير ذلك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا هو المقصود به بهذا الحديث. تم تحرير صوتي في سحري الاثنين لسبع من رمضان لعام 44، والرماة الفريق جاءت عدنا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي، يحتمس الله تعطيه يحفظه وترزقه بالرحمة رب العالمين.